قانون نيوتن الأول يخبرنا أن الجسم في حالة سكون يبقى في حالته الساكنة، والجسم المتحرك بسرعة ثابتة يبقى في حركته ما لم تؤثر عليه قوة ما. إذا كان بإمكانك القول أن جسم ما يسير بسرعة ثابتة constant velocity، سيبقى يتحرك بنفس السرعة الثابتة ما لم تؤثر عليه بقوة ما، لأن هذا يعني أن نأخذ بالاعتبار الحالة التي يكون فيها الجسم ساكنا. بإمكانك الحصول على حالة تكون فيها سرعة الجسم تساوي صفرا، لذا فإن قانون نيوتن الأول سيحتوي على السرعة الثابتة التي قد تكون صفرا، سيبقى على سرعته الثابتة إلا إذا أثرنا عليه بقوة ما. هذا يؤدي إلى السؤال البديهي، كيف تؤثر محصلة قوة على السرعة الثابتة، أو كيف تؤثر على حالة الجسم؟ وهذا ما ينص عليه قانون نيوتن الثاني، قانون نيوتن الثاني للحركة، نيوتن سكند لو، نيوتنز سكند لو، قانون نيوتن الثاني للحركة. هو هذا القانون الأكثر شهرة، كلها معروفة في الحقيقة. لن أختار قانونا مفضلا، ولكن هذا القانون يعطينا المعادلة الشهيرة، وهي القوة تساوي الكتلة مضروبة في التسارع، F تساوي M في A. التسارع كمية متجهة، والقوة أيضا كمية متجهة. وما يدل عليه القانون، على سبيل المثال، إذا أثرت بقوة على جسم فإنها تغير سرعته الثابتة، ولكن كيف تغير سرعته الثابتة؟ لنفرض أن لدينا جسم هنا وهو يسبح في الفضاء. قانون نيوتن الثاني يقول من الجميل كيف أن القوانين التي تحكم الكون في الجانب الكلاسيكي قبل أن يظهر أينشتاين، قوانين الكون التي تتعامل بالرياضيات البسيطة، ما تخبرنا به هو إذا أثرت بمحصلة قوة لنقل على هذا الجانب من الجسم، ونحن نتحدث عن محصلة القوة لأنك إذا أثرت بقوتين تلغيان بعضهما ولهما محصلة قوة تساوي صفرا، فإن الجسم لن يغير سرعته الثابتة. إذا كان لديك محصلة قوة تؤثر على جانب واحد من الجسم، فإنه سينتج تسارع في نفس اتجاه القوة. وما ينص عليه قانون نيوتن الثاني للحركة هو أن التسارع يتناسب طرديا مع القوة المؤثرة، أو أن القوة المؤثرة تتناسب طرديا مع التسارع، وثابت التناسب الذي نضربه في التسارع لنحصل على هذه القوة هو أو الثابت الذي نقسم القوة عليه لنحصل على التسارع يسمى الكتلة، يعني كتلة الجسم mass. هناك مقطع كامل يتحدث عن الكتلة، يجب أن تفرق بين الكتلة والوزن، وهناك مقطع يتحدث عن الفرق بين الكتلة والوزن. الكتلة هي مقياس لما يحويه الجسم من مادة، كما سنعرف لاحقا. هناك بعض الأمور التي لا نأخذ اعتبارا لها، جزيئات لها كتلة صغيرة، ولكن في الفيزياء الكلاسيكية أو الفيزياء للمبتدئين بإمكانك أن تتخيل أن الوزن كما سنرى لاحقا هو قوة جذب الأرض للأجسام. إذن الوزن هو قوة، أما الكتلة فهي تخبرنا عن كمية ما يحويه الجسم من مادة، وهذا من جمال الفيزياء، إن هذه صيغة بسيطة جدا، لأننا لو كنا في كون آخر لكانت القوة ربما تساوي مربع الكتلة مضروبة في التسارع، مضروبا في الجذر التربيعي للتسارع، ما كان سيسبب لنا الكثير من المصاعب في الحسابات الرياضية، حيث أن لدينا ثابت التناسب فقط هذا التعبير.
البسيط والجميل وفقط لنتوغل في حسابات القوة والكتلة والتسارع. لنفرض أن لدينا قوة وأن وحدة القوة هي نيوتن. إذن لدينا قوة مقدارها 10 نيوتن للإضاعة فقط. نيوتن هو معادل للوحدة التالية 10 كيلوغرام ضرب متر لكل ثانية تربيع، أي كيلوغرام ضرب متر لكل ثانية تربيع، وهذا جيد أن نيوتن يعادل كيلوغرام متر لكل ثانية تربيع لأن هذا بالضبط ما نستنتجه من هذه الصيغة الرياضية. لذا لنقل أن لدينا قوة مقدارها 10 نيوتن وهي مؤثرة على كتلة مقدارها 2 كيلوغرام 2 كيلوغرام، وأريد حساب التسارع. ومرة أخرى هذه كمية متجهة، إذا كان لدي قيمة موجبة هنا سنفرض أن اتجاه الحركة لليمين، إذا كان لدي قيمة سالبة سيكون اتجاه الحركة لليسار. ضمنيا القيمة لا تدل فقط على المقدار وإنما تدل على الاتجاه أيضا، قلنا أنها موجبة لأنها باتجاه اليمين. إذن ما هو التسارع؟ حسنا سنستخدم الصيغة البسيطة F تساوي M في A. لدينا على الجانب الأيسر 10، بإمكاني كتابة 10 نيوتن أو 10 كيلوغرام متر لكل ثانية تربيع، وهذا سيساوي الكتلة 2 كيلوغرام ضرب التسارع. ولحساب قيمة التسارع نقسم الطرفين على 2 كيلوغرام. إذن لنقسم على 2 كيلوغرام نقسم الطرف الأيمن ونقسم الطرف الأيسر، هذا يلغى. 10 تقسيم 2 يساوي 5، وهنا كيلوغرام يلغى مع كيلوغرام. الطرف الأيسر من المعادلة سنحصل على 5 متر لكل ثانية تربيع، وهذا هو التسارع. الآن للمتعة فقط، ماذا سيحدث لو أننا ضاعفنا القوة؟ سيكون لدينا 20 نيوتن، 20 كيلوغرام متر لكل ثانية تربيع، 20 كيلوغرام متر لكل ثانية تربيع. سأحددها بالألوان، 2 كيلوغرام ضرب التسارع، ونقسم الطرفين على 2 كيلوغرام، وسنحصل على 20 تقسيم 2 يساوي 10، كيلوغرام مع كيلوغرام يلغى، وتسارع يساوي 10 متر لكل ثانية تربيع. إذن عندما نضاعف القوة من 10 نيوتن إلى 20 نيوتن فإننا نحصل على ضعف التسارع، من 5 متر لكل ثانية تربيع إلى 10 متر لكل ثانية تربيع. لذا نرى أنهما يتناسبان طرديا، والكتلة هي ثابت التناسب. إن بإمكانك تصور ما سيحدث لو أننا ضاعفنا الكتلة. في هذه الحالة لدينا 20 نيوتن، لن نقسم على 2 كيلوغرام بل سنقسم على 4 كيلوغرام، سنحصل على 20 تقسيم 4 يساوي 5 متر لكل ثانية تربيع. إذا ضاعفت الكتلة فإن التسارع سيقل إلى النصف.
كلما كبرت الكتلة كلما احتجت إلى قوة أكبر لتسارع هذه الكتلة، أو كلما كبرت الكتلة كلما قل تسارعها ويصعب تغيير سرعتها الثابتة.